في هذه الحلقة من السياحة في الصين نتوجه إلى أرض يسودها رعاة البقر والرهبان، حيث ينحت البوذيون المخلصون شعائرهم الدينية على الحجارة، وحيث يتدافع الناس للعثور على شيء أغلى من الذهب. طاقون ربما واحدة من أواخر البلدات الغربية البرية في العالم، إلا أنه في الصين يسكنها رعاة البقر التبتيون. لقد دخلت منطقة معروفة باسم خام، وتمتد من شرقي تبت إلى سيشوان تقريبا. هنا يمشي الرجل مختالا ومزهوا بقوته، وهو ما يناسب السهولة المتجمدة في هضبة تبت. الوصول إلى هنا كان قصة أخرى، تطلب الأمر مني رحلتين من بكين إلى تشاندو، ومن هناك إلى كامدن، ثم استقلال سيارة أجرة للوصول إلى طاقم. وبمجرد أن رأيت السائق بشارب ومرتديا قبعة رعاة البقر عرفت أننا قد وصلنا. جئت بناء على دعوة صديقي فوكوي، وهو تبتي من خام، ويريد أن يأخذني لرؤية ما هو أغلى من الذهب في جبال ليست بعيدة عن طاقون. لكن علي أولا أن أجد غرفة في دور الضيافة العائلية هنا. Hey, welcome to Tagong. You know, for most tourists, this place is just a one-street town and a stopover before they head off to more famous destinations like Bamba or Xinduqiao. But I'm here because a friend of mine is going to take me deep into the sacred Yala Snow Mountain Range and go hunting with locals for a kind of magic fungus that's worth more than twice its weight in gold. مع أن منظرها يبدو قاسياً، يعتبر طاقون مركزاً رئيسياً للتعليم الديني، حيث يأتي الأطفال من مختلف أنحاء سيشوان للدراسة هنا ليكونوا رهباناً في المستقبل. إضافة إلى المطاعم ومحلات البقالة، فمن البديهي أن تكون معظم المحلات هنا مكتظة باللوازم المتعلقة بالمعتقدات الدينية وأحيانا بمستلزمات الرعي. محطتي الأولى هي دير طاقون، ومن الغريب أن نرى مثل هذا الدير الكبير في بلدة عدد سكانها 8000 نسمة. لكن هناك سبب وراء كل هذا البذخ، فهذا الدير هو واحد من أقدم الأديرة في خام، يعود تاريخه إلى نحو 1400 عام، حينما جلبت الأميرة وان تشان خطيبة ملك التبت البوذية إلى هنا. وتقول الأسطورة إن البوذا نفسه هو الذي اختار أن يكون موضع تقديس هنا، ويقطع الزوار مسافات طويلة إلى هنا لإظهار احترامهم وأملا في تحقيق الكرمة الصالحة من أجل ولادة أخرى أفضل. ويتساوى هذا المكان مع الأديرة الأخرى الشهيرة في التبت، والسبب الرئيسي لهذه المكانة العالية في المبنى المجاور. في الداخل يوجد أثمن كنز في دير طاقون. Such an incredibly detailed statue. In fact, this is a statue of the Buddha himself that is over 1,000 years old and goes back to a time when Princess Wencheng was making her way to Lhasa. And when she stopped off in Tagong, a replica of the Buddha was made here. And people believe that if you come to Tagong to worship the Buddha, it's the same as going to the Jokang Monastery in Lhasa.
يقال إن ساكياموني وهو أقدس تمثال عند التبتيين قد حظي بمباركة البودا. ويجب أن أعترف بأنني شعرت برهبة عندما دخلت القاعة. يبدو أن كل شيء حوله مبجل أيضا. بعد أن خرجت تلقيت مكالمة من صديق فوكوي وهو يريد أن يطلعني على شيء خاص في أطراف البلدة. في البداية لم يكن لدي فكرة عما كنت أنظر إليه، لكن بعد ذلك اتضح لي أن مجرى النهر بأكمله من حجارة ماني، والأمر الأكثر إثارة للدهشة أن الحجارة كلها منحوتة بسواعد هؤلاء الأشخاص.专门来咱们这儿的。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 专门来
这个是八十年的，三十岁的有生命的，比他们在刻这个，刻这么多东西还挺贵的，挺费时间的啊。啊，是，但是我们这个是不是增强的？为了那个佛，自己行错就过来就。 你们是当地人吗？不是。从哪过来的呀？桃树。桃哦，从桃树过来的。从桃树那里。哦。我发现，其实这个工作也挺危险的，一砸就那个好多石头就出来了哈。哦是。一砸你钉子就出来了。啊，这。灰石的节奏，是咱们每一个人一块石头吗？还是？ هذه هي نتيجة إخلاصهم وعملهم الجاد. أعمال فنية رائعة تجلب الخير للعالم. لاحقاً نقوم برحلة استكشافية لا يمكن نسيانها في براري طاقون لجمع فطر يرقي عالي القيمة. هذا يومنا الثاني وسيأخذنا فوكوي للبحث عن فطر يرقي نادر وثمين في قيمته. من هنا تبدأ المغامرة. يبدو أن الأمر سهل حتى الآن، لكن من أجل العثور على الكنز علينا أن نغوص في أعماق جبال الثلجية وأن نخيم هناك لليلة. I've ridden horses before, but they're mostly at tourist attractions. You don't have to do anything with the horse. They'll just walk up automatically. But here, even though people have motorbikes, they have cars, they still take horses up into the mountains to go search for caterpillar fungus because that's what they did hundreds, if not thousands of years ago. It's what they still do now. This place is not a tourist trap. This is real life. So
So we've come here to let our horses have a bit of a rest, eat some grass. And this is a nice high viewing point. Actually, there are a couple of people, as you can see, who are racing horses earlier. But over there is a quite a large nunnery where a lot of nuns from all across the tribe and even Tibet have come to continue their learning. But we can't stay for very long because, I mean, it's been like 3 hours and we're only about a fifth of the way there. So we really need to get moving. يبدو أنه ليس هناك طرق ممهدة، ولكي نصل إلى موقع التخييم علينا أن نتسلق إلى قمة الجبل ثم ننزل مرة أخرى. كما أن الطقس هنا متقلب جدا، فطارة صاف وطارة أخرى ممطر، وفي جميع الأحوال ستبلل بالماء ولا يجعلني أشعر بداء المرتفعات. Lost some luggage, so our wranglers scrambled back to the bottom of the mountain to come and bring it up. Here we are, top of the mountain range is over there. From here on out, we're gonna lose signal. No more contact with the outside world. Snow is coming in from over there. We've got 1.5 hours to make it to that mountain ridge over there before the light goes out. So we really need to make a move on. بعد تساقط الثلوج بدا الجانب الآخر من الجبل آية في الجمال، لكن هذه النقطة لا تعنيني كثيرا، مع أننا في موضع النزول، لكن الأمر ليس سهلا على الإطلاق، فالجو متجمد والجميع في ضيق، ولم يعد لدينا قدرة على التحمل. Oh, I can't believe it. Finally, after nearly 10 hours. Oh, you have no idea how those tents pitched over there look to me. Oh, this is heaven. All I want to do is just lie down and sleep. Oh, come on. Only a little bit left to go. أخيرا المنزل. يا له من ترحيب. يبدو أن الناس في المخيم بأكمله قد خرجوا لمساعدتنا، وأظن أنهم لم يروا زائرين جدد منذ فترة من الزمن. Looks like we've come to the right place. got the best location in this makeshift city. Meanwhile, we're working hard to set up our tents while everyone else is having fun. But it shouldn't take too long. Plus, everyone's so helpful earlier. I realize as the sun goes down, it gets really, really cold. Hey. أخيرا استقر بنا الحال في الخيمة، والآن يمكن أن نهجع للراحة. الحياة هنا هادئة جدا. I've got to say, man, trek for nearly 10 hours. Finally, was able to set up tent. We had such a warm welcome. And now, we're in someone else's tent. And it's just absolute perfect end to the day. Just as long as I don't choke on these spicy noodles that my director gave me. لاحقا انطلقوا مع مجموعة من المحليين المتحمسين
لجمع الفطر العراقي النادر، وسنحاول معا اكتشاف مدى أهميته في حياة المحليين. في هذه الحلقة من السياحة في الصين نتوجه إلى أرض يسودها رعاة البقر والرهبان، حيث ينحت البوذيون المخلصون شعائرهم الدينية على الحجارة، وحيث يتدافع الناس للعثور على شيء أغلى من الذهب. I've got to tell you, that was absolutely the coldest night I've ever spent in my entire life. As soon as I got into bed, I took off some of my outer layers and I got into my sleeping bag thinking that would be enough. But every 10 minutes after I'd gone to sleep, I would wake up shivering from the cold, and I'd put on another layer of what I'd taken off, and eventually I put on every single piece of my clothing that I'd taken off, and it still wasn't enough. Throughout the entire night, every 20 minutes I would wake up, and was woken up today actually by the sound of people reciting mantras, a bit different to your usual alarm call. And I think everyone's gone out already, so I better go catch up. This is as long as I can get my frozen fingers to tie my shoelaces. في الطب الصيني التقليدي يستعمل الفطر لعلاج جميع الأمراض، بداية من الأورام السرطانية إلى حالات التعب والإرهاق وعلاج العنة، وينضج في الفترة بين مايو ويوليو، ويمكن لجامع الفطر خلال هذه الأشهر أن يجني من بيع الفطر أكثر مما جناه طوال العام. وهذا هو سبب تدافع الجميع إلى الجبال على الرغم من العاصفة الثلجية. So the hunt begins. There are already a load of people up on the hill searching for caterpillar fungus. So we're a bit late to the game, and it's also hailing, but gonna try our luck. ثمة طريقة جوهرية للعثور على الفطرة تتمثل في البحث عن برعم صغير يميل إلى السمرة وبطول الظفر. أحيانا يكون الفطر أمامك بالضبط ومع ذلك لا يمكنك أن تراه. I have no idea how this lady was able to find this caterpillar fungus. That's massive too. Okay, so you're gonna get rid of the dirt around it. Oh, you can hear how happy she is. It's like finding gold. What? Oh my god. Look at how big this piece is. That is exactly like finding gold, isn't it? Check it out. It's even the color of gold. Oh. بعد جمع الفطر العراقي سيعيد جامع الفطر التراب إلى مكانه حتى لا يتركون وراءهم أي ضرر. من المؤكد أن فريقنا هو الأقل حظا بين هؤلاء الأشخاص، لأننا جميعا قليل الصبر. وجد أصحاب الخبرة منهم الكثير من الفطر في رقعة الأرض الخاصة بي، لكنني لم أجد شيئا إلا كهذا أو هذا أو ذاك. The scenery is nice.
I give up. It's too hard. لكن بينما أشعر بقشعريرة، تمكن شخص ما من العثور على الفطر مرة ثانية. See this? For the sake of travelogue, I'm sending £4 on a piece of grass that used to be a caterpillar. But I want you to see what it actually looks like before it's dried and sold off in the markets you can find elsewhere. So delicate. You know, it's only yay big. It's not, isn't it? I mean, if you could find a caterpillar fungus as thick as my little finger, then that would be worth a hell of a lot of money. But this one is worth quite a bit by itself. And if she even picks off a little bit of meat, that's already a lot of value taken off this caterpillar fungus. Oh, wow. It's like I'm holding treasure. Really afraid to break this. There we go. Fresh caterpillar fungus. This is, I believe, the tail. You have four pairs of legs. 1, 2, 3, 4. The larvae of the ghost moth that lives at altitudes between 3,000 to 5,000 meters above sea level. This is the head here. In winter, the larvae is alive and it eats what it can find on the mountains. When it eats this fungus, the fungus goes inside of its body and doesn't sprout until summer. In summer, the fungus, the parasite basically, takes over and this growth comes out of the head of the caterpillar. That's why it's called in Chinese Dong Chong Xia Tao, which essentially is winter worm, summer grass. And this is the magic pill, or the magic medicine, as you wish, that so many people search for, so many people buy, and this one little caterpillar fungus can provide livelihood for so many people here. It's amazing. وعلى الرغم من صعوبة العثور على الفطر، إلا أن تساقط الثلوج جعل من المستحيل رؤية أي شيء. I've got to give it to the ladies over here. I mean, it is absolutely hailing right now. And they're still up on the slopes, on hands and feet, searching for caterpillar fungus. I don't even know how they do it. And it is absolutely the hardest manual labor I have ever seen. But it's hailing now, and I think it's about time to go back home. الطقس هنا لا يمكن التنبؤ به كما هو الحال في عملية العثور على الفطر، واليوم سيكافئنا فوكوي بالصحابنا إلى مكان محلي. So after a long hard day's work of looking for caterpillar fungus, possibly the best way to relax is at these natural hot springs that Fuquay is just taking me to. No entrance fee. Nothing man-made, 100% natural. Lucky I bought my swimming suit. Hello? Hey? Are you gonna go to the hot spring too? Maybe after we're done. Where have you come from? It's really warm here. Yeah. I'm from Germany. From Germany? Yeah. Oh wow, what brings you over here? Traveling and seeing the nice country. Oh yeah? How did you find the trek up here?
Very nice, but I was surprised by the snow. Yeah. Yesterday evening. So. Yeah, yeah. How long did it? How long did it take you to get up here? I don't know. Maybe Four hours, five hours. Oh, that's okay. It took us much longer. All right, then. Good luck. I won't delay your trip. All right, take it easy. Bye. Anyway, back to taking off all my clothes. Oh, yes. Oh. I could stay here all night. I don't even need to go back to the tent in the evening. I'll just stay here. I could just sleep here and I'll be happy. Super happy. There's no fee, of course. But people here have a belief that if you've come to this hot spring and you've soaked in it and you've, healed all sorts of problems, I do feel my feet are much lighter and my knees feel much better, then you should stick some money on the rock here to wish for your own good health. There you go. Some on each of the edges like that. And then bam. Nice. Brand new notes on the rocks above. Gonna be a healthy fella. والآن أنا متحمس جدا لمعرفة آخر تطورات عملية جمع الفطر.今天我家六根阿佳呢阿佳真的是根哎呀我知道阿佳这眼力最好嘛那除了这个虫草还是靠以什么别的靠虫草别的就是没有什么那就是主要虫草了一年就是虫草一年就是虫草那要是原来没有虫草那就损失挺大了 原来我也不知道，以前是他们是怎么过的，我也不知道。哦，你从小就开始挖虫草？嗯，是的。从多大开始？我从是十一开始。啊，那就是没有从来没有过一个没有虫草的被子。嗯，没有。明白。I guess it doesn't seem as important to us, just getting this one little piece of caterpillar fungus, but for their family, it's their sole source of income. You just can't imagine what they would do without the caterpillar fungus and the income that it brings. رحلتي هنا كانت قصيرة جدا لكنني مسرور بقضاء يوم مع جامع الفطر العراقي في القرن الحادي والعشرين هؤلاء الذين يعيشون على كوكب الأرض ولكن بطريقة مختلفة. Well, that's it. We're all packed and ready to go. But as for the rest of the caterpillar fungus pickers, it's just another day for them. And we've got to admit, this kind of life is not easy. You have to trek deep into alpine valleys, have to sleep at sub-zero temperatures, and you have to get up and scour acres of mountain just to find, one little caterpillar. But it's not without its charms, The scenery here is beautiful. You have hot springs where you can soak your aching body in. And you have such a festive community here when everyone comes here at night to share stories. And at the end of the day, they reap the biggest reward in the form of this piece of gold.